اجتمع سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم مع معالي السيد وانغ يي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، ذلك بمناسبة زيارته الرسمية لمملكة البحرين ضمن جولة له في دول المنطقة. خلال الاجتماع أعرب وزير الخارجية عن التقدير لما تتسم به علاقات الصداقة التاريخية بين البلدين من قوة ومتانة، ومؤكدا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي والتنسيق المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة، مؤكدا على أهمية تطوير تلك العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أشمل بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين. من جانبه أعرب معالي السيد وانغ يي عن سعادته بزيارة مملكة البحرين، ومشيدا بمتانة علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين مملكة البحرين والصين الشعبية في ظل الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، ومنوها بالمستوى المتطور لعلاقات التعاون الثنائي على كافة الأصعدة، متمنيا لمملكة البحرين المزيد من الرفعة والازدهار. كما تم التباحث بين الجانبين في مجال التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد، واستعرضا التجربة الناجحة للتعاون بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وجمهورية الصين الشعبية في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للتطعيم المضاد للفيروس، والتي جاءت بالتعاون مع مجموعة 42G الإماراتية والتي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها. كما قدم سعادة السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عرضا تناول فيه جهود المجلس لتعزيز المسيرة الاقتصادية في المملكة والفرص الاستثمارية المتاحة. كما جرى في ختام الاجتماع التوقيع على اتفاقية ثقافية بين البلدين حول التأسيس المتبادل للمراكز الثقافية والبرنامج التنفيذي للاتفاقية الثقافية بين هيئة البحرين للثقافة والأثار ووزارة الثقافة والسياحة بجمهورية الصين الصديقة. تشير الاتفاقية إلى عمل كل من جمهورية الصين الشعبية ومملكة البحرين على إقامة مركز ثقافي صيني في المنامة ومركز ثقافي بحريني في بكين.